بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا يا كريم. اللهم ربنا افتح علينا فتوح العارفين وفتنا وفتح الصالحين واجعلنا يا مولانا عندك من السعداء المقبولين. يقول الشيخ عبد الغني الغنيم الميداني رحمه الله تعالى ونفعنا بجميعنا، قال: وفرض المسافر عندنا في كل صلاة رباعية على المقيم ركعتان، لا يجوز له الزيادة عليهما أي على الركعتين عمدا، فإن أتم الرباعية وهو مسافر أثم بذلك. فرضك أنت أيها المسافر فرض الرباعية ركعتان، فرض الرباعية ركعتان، فلا يصح لك أن يحرم عليك تأثم إن صليت الظهر أربع ركعات. قال: لا يجوز له الزيادة عليهما عمدا. لما لا يجوز له ذلك؟ قال: لتأخير السلام وترك واجب القصر. السلام ينبغي أن يكون عقيب الانتهاء من قراءة التشهد الصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، يعني عقيب الانتهاء من أذكار القعود الأخير. فهنا الآن المقام الثالثة أخر السلام عن مكانه. قال: وترك واجب القصر، ترك واجبا، ويجب سجود السهو إن كان سهوا، إن كان سهوا. قال: قيد بالفرض، يعني الشيخ القدوري رحمه الله قال: وفرض المسافر عندنا في كل صلاة رباعية ركعة. قال: وفرض المسافر، قيد بالفرض. لما؟ قال: لأنه لا قصر في الوتر والنفل. تأتي سنة بسنة الظهر القبلية أربع ركعات كاملة، وبسنة الظهر البعدية أربع ركعات، وبسنة العصر كذلك القبلية أربع ركعات كاملة، لا تنقص منها شيئا. قال: قيد بالفرض لأنه لا قصر في الوتر والنفل. طبعا هذا لمن يواظب على النوافل، ولكن من الناس، نسأل الله عز وجل أن لا يجعلنا من المحرومين، يحرم نفسه فيقصر في هذه النوافل. مرة بعرف بعض الشيوخ لا يواظب، لا يصلي هو بالأصل قيام ليل، يصلي العشاء السنة البعدية ركعتين ثم الوتر. يوم من الأيام صلى العشاء في المسجد وصلى السنة ولم يصلي الوتر، فلما عاد إلى البيت قال: والله سأصلي قيام ليل. هو عمره تقريبا بالخمسين، خمسة وأربعين، بالأيام يعني. فلما صلى قيام ليل ثماني ركعات وصلى الوتر جلس يبكي. لما يبكي؟ قال: قام بحساب 30 سنة، كم حرم نفسه، كم ترك من الأجر والثواب. إذا كل يوم 8 ركعات، 8 × 360 × 30 سنة، كل ركعة درجة في الجنة ترفعه، كم خسر من درجات الجنة، كم. فصار يبكي على خسران مضى. فلذلك أحبابنا أنتم شباب الآن، لما تندمون؟ لما الندم الآن؟ باقر وصلي قيام الليل، واظب على ركعات قيام الليل، ركعتين، أربعة، ستة، ثمانية، اقتدي بحبيبك محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. إذا قال: واختلف فيما هو الأولى في السنن، والمختار أن يأتي بها إن كان على أمن وقرار، لا على عجلة وفرار. يعني إذا كانوا جيش يقاتلون الأعداء وهم مسافرون، هؤلاء ما عندهم وقت لصلاة النافلة،
يعني يصلون الفرض وبعد ذلك يواجهون الأعداء. أما إن كان آمن مطمئن كثيرا منكم الآن فيصلي. أو قد إنسان يسافر مثلا إلى العمرة، تجد يسافر للعمرة ويبخل على نفسه بأنه أقولك أنا مسافر، ويبخل أنت الآن في بلد حرام تضاعف فيه الأعمال والصالحات، لا تبخل على نفسك، لا تحرم نفسك ثوابا أو لا تغلق أبوابا فتحها الله في وجهك، تأتي أنت وتغلق هذا الباب باب الخير، فكن حريصا يا أخي على هذه الأبواب أن تلجها. قال وقيد بالرباعي لأنه لا قصر في غيره، يعني في الفجر والمغرب لا قصر. هنا أحبابنا لابد من الإشارة إلى أمر يعني وله علاقة في الموضوع، ولكن الشيخ ما ذكره إن هذا مذكور في الشروع، أن الرخصة على قسمين، الرخصة على قسمين، رخصة حقيقية ورخصة مجازية. الرخصة على قسمين، أنا سأذكر هذا باختصار شديد. نعم، رخصة حقيقية ورخصة مجازية. مثال الرخصة الحقيقية، الفطر في رمضان للمسافر. ماذا يعني حقيقية؟ يعني الحر مخير بين الفعل وبين الترك. إنسان جاء إليك ووضع السلاح في رأسه، قال قل أن هناك إله آخر مع الله عز وجل، أو أمرك بسب الإله، أنت مخير بين أن تجري كلمة الكفر على لسانك فتسلم، وبين أن تثبت على الحق وتموت شهيدا. فهنا الرخصة حقيقية لأن العبد فيها مخير بين الفعل وبين الترك. أما عندنا الرخصة المجازية وتسمى كذلك رخصة ترفيه، هلا معظم كتب الأصول يسمونها رخصة ترفيه، رخصة ترفيه، ولكن وبعضهم يطلق عليها رخصة مجازية. مثل السفر، أنت عندما تكون مسافرا قصر الصلاة إلى ركعتين رخصة، ولكن إن تأملتها تجد نفسك مجبرا على صلاة ركعتين، فلذلك سميت رخصة مجازية. ولكن لما لما سميناها رخصة؟ لأن لما خففنا عن العبد، أو خفف الباري تبارك وتعالى عن العبد وجعل صلاته في السفر ركعتين، لأن الغالب في السفر أن يكون فيه مشقة وإنسان يكون مشغول إلى آخره، فخفف عنه وجعله فرضك، قاله فرضك ركعتين، فلما أنزلها من الأربع إلى الركعتين كانت رخصة، فلما ألزمه بالركعتين صارت رخصة مجازية أو رخصة ترفيه. إنسان ألزمك أكرهك وضع السلاح في رأسك وقال لك إما أن تشرب الخمر وإما أن أقتلك، فإن صبرت ولم تشرب الخمر مت آثما، مت آثما، وإن شربت الخمر فلا حرج عليك. ليه؟ قال لأن شرب الخمر رخص أيام المخمصة، لو أن إنسان كاد أن يموت من العطش وليس بين يديه إلا زجاجة خمر يشرب منها مقدار ما يحافظ على حياته، واضح؟ فيسمى إيش؟ رخصة مجازية. فالسفر، فالقصر في السفر من أي الرخصتين؟ مجازية. المجازية، رخصة الترفيه. نعم. الله. قال فإن صلى، نعم. معنى كلمة رخصة؟ يعني من كما من الترخيص كما قلنا، يعني ما التخفيف، كما قلنا الصلاة مولانا هي أصلها أربعة، فلما خففها الباري تبارك وتعالى سميناها رخصة، فلما ألزمنا بالركعتين قلنا هذه رخصة مجازية. رخصة إسقاط هي نفسها الحقيقية، نفسها الحقيقية. الله.
قال: فإن صلى المسافر أربعا أربع ركعات وقعد في الثانية مقدار التشهد، شوف انتبه كلام الشيخ، قعد قال مقدار التشهد، يعني وإن لم يقرأ التشهد، وإن لم يقرأ شيئا قعد فقط. قال: فإن صلى المسافر أربعا وقعد في الثانية مقدار التشهد أجزأته الركعتان عن فرضه. صلى إذان أو ركعتين وقعد، ثم قام للثالثة والرابعة وقعد في القعود الأول، وإن لم يقرأ به شيئا قال أجزأته الركعة الأولى والثانية عن فرضه، عن فرض الظهر أو العصر أو العشاء. قال: وكانت الركعتان الأخريان له نافلة، لأن فرضه ركعتان وقد تم فرضه بالقعود، تمام؟ قال: وكانت الركعتان الأخريان له نافلة ويكون مسيئا، كما مر، كما مر قبل قليل مقال لتأخيره السلام. نعم. قال: وإن لم يقعد في الثانية مقدار التشهد، يعني قام إلى الثالثة سائيا، قال بطلت صلاته، بطل صلاته. لما بطل صلاته؟ قال: اختلاط النافلة بها، لاختلاط النافلة بها بالفرض قبل إكمالها، لأن القعدة الأخيرة أحبابنا هي ركن من أركان الصلاة. إذا كنتم تذكرون أن لما تكلمنا عن النوافل قال الشيخ أن القيام إلى الثالثة بمثابة تكبيرة إحرام مبتدأ، فلما قام إلى الثالثة شرع في نافلة فاختلط الفرض بالنفل فتبطل صلاة الفرض. ليه؟ لأنه أدخل عليها النفل قبل إتمامها بالقعود الأخير. ثم الآن بيّن أراد الشيخ أن يبين لنا مبدأ القصر، متى نقصر الصلاة. فقال رحمه الله: ومن خرج مسافرا صلى ركعتين متى؟ إذا فارق، أي جاوز بيوت المصر من الجانب الذي خرج منه، وإن لم يجاوزه من جانب آخر. كيف هذا من جانب آخر؟ هنستعير هذا النقال، معلش. الآن أنا مسافر أريد أن أخرج من هنا، أنا غادرت المصر من هذا المكان، أكون قد غادرت بيوت المصري، ولكن المصر مصري له هذه الدائرة هكذا، فلما غادرت من هذا المكان أكون قد غادرت المصر بيوت، ولكن من هذه الجهة لم أغادره بعد. قال: لا تلتفت، المهم أنت الجهة، أنت عندما غادرت من هذا المكان غادرت بيوت، جاوزت بيوت مصرك وإن لم تجاوزه من الطرف الآخر. واضح الكلام؟ بقي عندنا أمر: هل يشترط مجاوزة فناء المصر أو لا يشترط مجاوزته؟ للفقهاء في ذلك قولان، منهم من اشترط ومنهم من لم يشترط. ولعل الصحيح وهو الذي يعني ذكره الشيخ الشربلالي أظن في المراقي، إلى في المراقي في الإمداد، أن الصحيح يشترط مجاوزة الفناء كذلك. قال: وإن لم يجاوزها من جانب آخر، لأن الإقامتها، جميل التعليل، قال: لأن الإقامة تتعلق بدخولها، لأنك أنت عندما تكون راجعا من السفر تتعلق الإقامة بمجاوزة بمجاوزة العمران أم بدخول بيوت مصرك أنت؟ بدخول بيوت مصرك. فلو أنك الآن كما قلنا هذا الشكل، هذا الشكل، فلو أنه جاوز بيوت المصري وهو راجع الآن إلى بلده من الجهة الثانية، هل يلزمه الإتمام؟ لا يلزمه الإتمام، الإتمام يلزمه بدخول المصري. فلما تعلق الإتمام بدخول المصري من الجهة التي خرج منها تعلق القصر كذلك
بالخروج من بيوت المصري من مجاوزة العمران من الجهة التي خرج منها. قال فيتعلق بالخروج عنها. والأصل في هذه المسألة يا أحبابنا أن ابتداء القصر منذ فارق بيوت مصري ورد في ذلك أحاديث كثيرة، منها عن سيدنا علي رضي الله تعالى عنه أنه لما خرج من البصرة صلى الظهر أربعا فقال له أصحابه يعني كيف تصلي أربعا وأنت مسافر؟ فقال إن لو جاوزنا هذا الخص لصلينا ركعتين. والخص هي بيوت من قصر، نعم. في رواية أخرى أنه قال لولا هذا الخص لصليت ركعتين، ولكن أنا الآن لم أتجاوز بعد، هذا العمران. وهذه الأحاديث يعني في مصنف ابن أبي شيبة، ولكن أخرج الإمام البخاري تعليقا في معلقاته أن سيدنا علي رضي الله تعالى عنه خرج فقصر، انتبه، خرج فقصر وهو يرى البيوت، يعني غادر المصر وهو يرى البيوت ولكن غادرها، صارت خلفه، فقصر. فلما رجع قيل له هذه الكوفة يا أمير المؤمنين، يعني نحن نرى البيوت. قال لا، حتى ندخلها فعندها نتم الصلاة. قال ولا يزال المسافر على حكم السفر. ما هو حكم السفر؟ مر معنا في الدرس الماضي حكم السفر قصر الصلاة، سقوط الجمعة والعيدين والأضحية والمسح على الخفين 3 أيام إلى غير ذلك. قال ولا يزال المسافر على حكم السفر حتى ينوي الإقامة حقيقة أو حكما، حتى ينوي الإقامة حقيقة حقيقة. أنت واضحة، يعني أنت عندما تدخل تكون مسافرا تدخل إلى مصر ما، تنوي أن تقيم في هذا المصر 15 يوما فما فوقها، هذه نية حقيقية. أما النية الحكمية كما سيذكر الآن الشيخ، سيذكر هو مثال عن الشام. كانوا في الأصل أحبابنا لما كانت الدولة العثمانية كانت المحافل، محفل السلطنة، تلتقي في الشام وفي دمشق، وتمر في دمشق يوجد منطقة اسمها حي الميدان، وحي الميدان هذا في منطقة اسمها البوابة، تسمى باب الله البوابة، تمام. فكانوا الحجاج يستقبلون في هذه المنطقة ويودعون من هذه المنطقة. وبعد البوابة هذه في منطقة تسمى قرية القدم، فبعض الفقهاء اعتبرها من فناء المصر وقال أن القصر يكون مما بعدها، وبعضهم لم يعتبرها. المهم فكان يلتقي المحفل السلطنة يلتقي أين؟ في الشام. فالقادم مثلا، القادم من العراق، القادم من تركيا، القادم من مصر، القادم من المغرب، القادم من باقي الدول يطمع بأن يذهب مع فوج السلطنة. فهو عندما يدخل إلى الشام هو لا يريد أن يقيم في الشام، ولكن لما دخل إلى الشام فأخبر بأن الموكب مثلا دخل هو في 1 شوال، فأخبر بأن الموكب سيتحرك في 20 شوال، فهو إن نوى الإقامة أو لم ينوها هو مقيم، لأنه علم أنه سيبقى في الشام 20 يوما. هو لو جاء الأمر إليه لا يريد أن يقيم، هو مقصده أمامه مكة ملتفت لا يصل، يريد أن يصل إلى مكة ولكن مضطر، يريد أن يلحق بركب السلطنة. لذلك قال الشيخ أعطى مثال الحكم الإقامة الحكمية، قال كما لو دخل الحاج الشام قبل دخول شوال،
وليش قال قبل دخول شوال؟ لأنه كان الموكب يستمر تقريبا شهرين حتى يصل إلى مكة. كما لو دخل الحاج الشام قبل دخول شوال وأراد الخروج مع القافلة في نصف شوال، ما الحكم؟ قال أتم صلاته، لأنه ناوٍ حكماً، ناوٍ الإقامة حكماً، وإن لم يتلفظ بها أو وإن لم يستحضرها في قلبه. أن الأمر انتهى، ويعلم أنه سيمكث 20 يوماً، فانتهى في إقامة، نية حكمية. الله. قال ولا يزال على حكم السفر حتى ينوي الإقامة في بلد واحد، في بلدين واحد، خرج بذلك نية الإقامة في بلدين لم يعين المبيت في أحدهما، فنية الإقامة في بلدين ما تصح، لا يصح أن يقول نويت الإقامة في القاهرة والإسكندرية، لا يصح، لابد أن تنوي الإقامة في بلد واحد. أو إن قال نويت الإقامة في القاهرة والإسكندرية ونوى المبيت في القاهرة، فصار مقيما أين؟ في القاهرة، لأنه نوى المبيت فيها. قال أو ما في حكمها، في بلد واحد نوى الإقامة في بلد واحد، أو ما في حكم البلد مما يصلح للإقامة من مصر أو قرية أو صحراء دارنا، أي صحراء دار المسافر، إن صحراء غير داره لا يستطيع أن يقيم بها هو. قال انتبه الشرط، وهو من أهل الأخبية، حتى تصح إقامته بالصحراء لابد أن يكون من أهل الأخبية. ما هي الأخبية؟ الأخبية جمع خباء، والخباء هو الخيمة من الصوف التي يسكن بها فيها الأعراب في الصحاري وغيرها في البراري. فإن كان من أهل الأخبية، واختلف العلماء هل تصح نية الإقامة لأهل الأخبية، فالصحيح أنه تصح نية الإقامة لأهل الأخبية إن كان من أهل الأخبية، إن كان من أهلها، أما إن لم يكن من أهلها لا يصح له نية الإقامة فيها، لأنه لا يستطيع، وإنه الإقامة 15 يوماً لا يستطيع أن ينقذ، ما يستطيع أن يصبر على تلك الحياة الجافة، ما يستطيع. قال 15 يوماً فصاعداً، هذا أقل إيش؟ الإقامة. قال أو يدخل مقامه، يعني يدخل المكان الذي هو مقيم فيه بلده، فيلزمه الإتمام بمجرد ما دخل المكان الذي هو مقيم فيه، بمجرد ما دخل المكان الذي هو مقيم فيه ما الحكم؟ يلزمه الإتمام، نوى أو لم ينوى، نوى أو لم ينوى. وهذا حيث سار مدة السفر. ماذا يعني وهذا؟ يعني وهذا يعني كون، يعني يقصد كون المسافر باقيا على حكم السفر حتى ينوي الإقامة. واضح؟ هذا معنى هذا، الإشارة هذه عائدة إلى هذا التقييد، يعني المسافر يبقى على حكم السفر حتى ينوي الإقامة حيث سار مدة السفر. أما إن لم وإن لم يتم مدة السفر، يعني انتبه عليه، أنا الآن في دمشق، الله أرجعنا إليها سالمين وغانمين، في دمشق أردت أن أخرج من دمشق وأنا عازم ناوي أن أسافر إلى حمص، بين دمشق وحمص تقريبا 200 كيلومتر، يعني مسافة القصر. فلما غادرت دمشق غادرت بيوت مصر، الآن أعطيت أحكام المسافر، فلما مشيت 20 كيلومتر حصل معي ظرف ألجأني إلى الرجوع إلى دمشق، وأدركتني صلاة الظهر، فأثناء الرجوع أصلي الفرض رباعياً أم ثنائياً؟ رباعياً. ليه؟ لأنني لم أتجاوز مدة القصر، فإن تجاوزت 80 كيلو أو 90 كيلو وأردت أن أعود وأن أتمتع بأحكام السفر حتى أدخل دمشق، فإن رجعت
قبل أن أتجاوز مدة القصر بمجرد ما قررت الرجوع ورجعت بمجرد ما بدأت بالرجوع انسلخت أو لا أستطيع أو منعت من أحكام السفر. واضح الكلام؟ إذا قال وهذا حيث سار مدة السفر يعني تجاوز مصره وقطع مدة السفر، وإلا وإن لم يقطع مدة السفر فيتم بمجرد نية العودة. ليه؟ قال لعدم أحكام السفر، تنعدم أحكام السفر في حقه. واضح الكلام؟ تمام يا شباب؟ يا رب يا فتاح، اللهم افتح علينا فتح العالمين. قال الشيخ قيدنا ببلد واحد، لا إله إلا الله. ما قال وشيمة القدور رحمه الله؟ قال ولا يزال على حكم السفر حتى ينوي الإقامة حقيقة أو حكما، حتى ينوي الإقامة في بلد. الشيخ الغنيم ماذا فعل؟ قيدها بقوله واحد، في بلد واحد. فالآن يبرر يعلم لما أنا قيدت البلد بواحد. قال قيدنا يعني قيدنا صحة نية الإقامة بأن تكون ببلد واحد، لأنه لو نوى الإقامة في موضعين في مصرين مستقلين كمكة ومنى لم تصح نيته كما يأتي، وذكرت هذا الكلام لكم قبل قليل. الله. قال وإن نوى الإقامة يعني بعد دخول مصر أو بعد أن دخل القرية نوى الإقامة أقل من ذلك، أقل من 15 يوما، ما الحكم؟ لم يتم يعني لم يتم صلاته، لأنه لم يزل على حكم السفر، لم يزل على حكم السفر. قال ومن دخل نعم يا من أين أتينا بهذه المدة؟ جاء في ذلك أحاديث كثيرة، أو نقول تقدير مدة أو مدة الإقامة ب15 يوما هذه مأثورة عن ابن عباس وابن عمر وغيرهم من الصحابة الكرام، فالتقدير مأثور عن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، وثبت هذا عن ابن عمر أنه كان إذا شرع في سفر، وهذا عند ابن أبي شيبة في مصنفه، أنه كان إذا شرع في سفر وأجمع أن يقيم 15 يوما كان يتم صلاته، كان يتم صلاته. ومما استدل على أن الإقامة تقدر ب15 يوما الحديث في البخاري ومسلم عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم من المدينة إلى مكة، من المدينة إلى مكة، فكان يصلي ركعتين حتى رجعنا إلى المدينة، فقيل له كم أقمتم في مكة؟ قال أقمنا عشرة أيام، فهذا يعني 10 أيام أقل من 15 يوما. هذا مما ذكر قالوا مما يستدل به على أن الأقل من 15 يوما يبقى مسافرا، أما تحديد 15 يوما هذا مأثور عن عدد من الصحابة، لأنهم كانوا إذا سافروا وأجمع إقامة 15 يوما كانوا يتمون. قال ومن دخل بلدا يعني يقصد بذلك المسافر إذا دخل بلدا، دخل مصرا ما، ومن دخل بلدا ولم ينوي أن يقيم فيه 15 يوما يعني دخل إلى مصر ما، إلى بلد ما، وهو لا يعرف متى يسافر، يعني مثلا أنت موظف أرسلت بمهمة إلى بلد ما،
وقال لك صاحب الشركة التي أنت موظف فيها هذه المهمة تنجز بثلاثة أيام. مرت ثلاثة أيام ولم تنجز. اتصلت به أستاذ معلم سيدة مولانا لم تنجز المهمة ثلاثة أيام، فقال لك امكث حتى تنجز هذه المهمة، وأنت لا تدري تنجز بشهر بشهرين بساعة بسنة، أنت مسافر. تبقى تقصر تتمتع بأحكام السفر كاملة إلا إن قيل لك مهمتك تنجز بعد 15 يوما. فنقول لك الآن أنت صرت مقيما حكما لأنك علمت متى موعد السفر. وفي ذلك أدلة، ثبت أن أحد التابعين قال لابن عباس رضي الله تعالى عنه، قال لهم يا ابن عم رسول الله إنا نطيل المقامة بالغزو بخراسان، فكيف ترى كيف نصلي ماذا نفعل؟ فقال نصلي ركعتين ركعتين وإن أقمت 10 سنين. ليه؟ لأن الغزاة المجاهدين كانوا لا يعلمون متى يعودون، متى تنتهي هذه الغزوة. هناك غزوات تمت بساعات، هناك غزوات تمت بشهور. فقال له صلي ركعتين وإن بقيت إيش 10 سنوات. وهذا كذلك مروي عن سيدنا ابن عمر أنه أقام بأذربيجان 6 أشهر، أقام بأذربيجان 6 أشهر يقصر الصلاة. قال ومن دخل بلدا ولم ينوي أن يقيم فيه 15 يوما وإنما يترقب السفر، يترقب السفر ويقول غدا أخرج أو بعد غد أخرج مثلا، حتى بقي على ذلك الترقب سنين، صلى ركعتين يعني قصر صلاته وتمتع بأحكام السفر للأثر المروي عن ابن عباس وابن عمر رضي الله تعالى عنهما وعن أبيهم. ولأنه لم يعني بعد أن ذكر قاضي الأثر كأنه ذكر الدليل السمعي أعقبه الآن بالدليل العقلي، قال ولأنه لم يزل على حكم السفر كما قال وإذا دخل العسكر أرض الحرب، أرض الحرب فنووا الإقامة بها 15 يوما قال لم يتم الصلاة. ليه؟ قال لعدم صحة النية المخالفة للعزم. قال وين إقامة 15 يوما؟ لعل العدو قد جهز جيشا حملة عظيمة لا قبل للمسلمين بها، وبعد ساعات ظهرت تلك الحملة ففر المسلمون، فإذا هذه النية غير ثابتة. لذلك قال لعدم صحة النية المخالفة للعزم، قال لأن الداخل إلى بلاد الكفار بين أن يهزم أعداء الأمة فيقر في بلادهم أو يهزم فيفر، فلم تكن أرض الحرب أرض مقامة أو أرض أو دار إقامة. الله شرع الآن في مسألة وهي مسألة اقتداء المسافر بالمقيم، اقتداء المسافر بالمقيم. قال وإذا دخل المسافر مقتديا في صلاة المقيم، الله وإذا دخل المسافر مقتديا في صلاة المقيم قال ولو في آخرها. لما قال ولو في آخرها؟ أراد أن يبين لك سواء كان هذا الاقتداء في جزء من أجزاء الصلاة أو كان هذا الاقتداء من أولها، الحكم واحد، الحكم واحد. قال ولو في آخرها مع بقاء الوقت، أن يكون الاقتداء حصل والوقت باق، قال مع بقاء الوقت قدر ما يسع التحريمة، يعني ولو قدر ولو بقي من الوقت مقدار ما يتسع التحريمة، بقي الآن لخروج وقت العصر وغروب الشمس مقدار ما يقول الله أكبر مرتين، فوقف ذهب وقت التكبيرة الأولى فقال الله أكبر غربت الشمس، صح الاقتداء، صح الاقتداء.
قال مع بقاء الوقت هنا في تقفيلة مقدرة والله أعلم، لعله هذا ينبغي أن تكون. هل من في نسخة ولو قدرة ولا كل في نسخة فيها كلمة لو؟ ما في نسخة. مع بقاء الوقت قدر ما يسع التحريمة. نعم. سمعت كلمة ما حقق. قال جاز، إيش يعني جاز؟ جاز الاقتداء وأتم الصلاة أربعا، يعني وجوبا أتم الصلاة أربعا وجوبا، لأنه التزم متابعة الإمام فيتغير فرضه إلى الأربع بسبب التبعية، بسبب تبعيته للإمام، كما يتغير بنية الإقامة، يعني كما يتغير فرض المسافر إلى الأربع بسبب نية الإقامة. قال لاتصال المغير بالسبب، لاتصال المغير بالسبب وهو الوقت. نعم. مع بقاء الوقت لا هو المغير أساساً. مع بقاء الوقت يشترط لصحة اقتداء المسافر بالمقيم أن يقتدي به ووقت الصلاة باق، فلو اقتدى به اقتدى المسافر بالمقيم بعد خروج الوقت ما يصح. يعني مثلا أنا أريد أن أصلي العصر وهذا المسافر المقيم، أنا مسافر وهذا المقيم يصلي العصر، فشرع صلاة العصر قبيل الغروب بدقيقتين، فلما قام للثالثة غربت الشمس، هل يصح لي أنا أن أقتدي بهذا المقيم؟ لا يصح، هو يصلي صلاة العصر التي سأصليها أنا، ولكن هذا اقتدائي بعد خروج الوقت ما يصح، لابد أن يكون داخل الوقت. قال كما يتغير يعني فرض المسافر إلى أربعة. بنية الإقامة لاتصال المغير بالسبب وهو الوقت. أراد أن سبب وجوب الصلاة هو الجزء القائم الموجود، سبب وجوب الصلاة هو الجزء الموجود القائم من الوقت، واضح؟ فإذا وجد المغير وهو الاقتداء بالمقيم في الوقت، وهو الاقتداء بالمقيم في الوقت، عمل هذا المغير عمله في السبب. فإذا عمل هذا المغير عمله في السبب عمل كذلك في الحكم، عمل كذلك في الحكم. ليه؟ لأن الحكم تابع للسبب، فيصير فرضه أربع، فيصير فرضه أربع ركعات. واضح أو أعيد؟ وهذا كلام كانوا يحتاج إلى تدوين. واضح أحبابنا إن شاء الله تعالى؟ إن شاء الله. لا إله إلا الله سبحانه. قال لكن إذا فسدت تعود ركعتين لأنها صارت أربعا في ضمن الاقتداء، فإذا فات الاقتداء يعود الأمر الأول. يعني مثلا أنا الآن اقتديت، أنا مسافر اقتديت بهذا المقيم، فلما اقتديت به أصلي فرض العصر، هو في الركعة الثالثة تقهقه في صلاته فبطلت صلاته وصلاتي، فذهبت بعيدا لأعيد الصلاة، فهل أعيدها أربعا أم ركعتين؟ أعيدها ركعتين. قال وإن دخل معه مقتديا، يعني وإن دخل المسافر مع المقيم مقتديا في فائتة رباعية، في صلاة فائتة رباعية، يعني فاتت المسافر في سفره، أنا فاتتني صلاة الظهر في السفر، فصديقي أتكلم عنه قال لي أنا في اليوم الفلاني كذلك فاتتني صلاة الظهر، فاشتركت أنا وهو في الصلاة التي فاتتنا الظهر، ولكن هو كان مقيما وأنا كنت مسافرا، هل يصح لي أن أقتدي به؟ لا يصح. قال وإن دخل معه في فائتة لم تجز صلاته خلفه. لما؟
قال لأن فرضه فرض المسافر، لأن فرضه أي فرض المسافر لا يتغير بعد الوقت، لا يتغير من القصر إلى الإتمام، فرضه ركعتين فقط لانقضاء السبب وهو الوقت، لانقضاء السبب، كما لا يتغير بنية الإقامة، يعني كما لا يتغير فرضه بعد، كما لا يتغير فرض المسافر بعد خروج الوقت بنية الإقامة. يعني إنسان مثلا أدركته صلاة الظهر فلم يصليها حتى دخل وقت العصر، لما دخل وقت العصر نوى الإقامة، صلاة الظهر استقرت في ذمته ركعتين. قال كما لا يتغير بنية الإقامة فيلزم منه، فيلزم منه ماذا يعني فيلزم منه؟ يعني يلزم من الاقتداء، الاقتداء في هذه الصورة، فيلزم منه أي فيلزم من الاقتداء في هذه الصورة بناء الفرض على غير الفرض في حق القعدة لو اقتدى في الأوليين، لو اقتدى في الأوليين. فالقعدة تصير فرضا في حق المأموم الذي هو يقضي ما فاته في السفر، وغير فرض في حق الإمام. وبناء القوي على الضعيف ما حكمه؟ بناء غير صحيح، فلا يصح الاقتداء. إذن فيلزم منه بناء الفرض على غير الفرض في حق القعدة لو اقتدى في الأوليين، أو القراءة لو في الأخرين، يعني أو يلزم منه بناء الفرض على غير الفرض في القراءة لو اقتدى في الركعة الثالثة والرابعة. قد يقول أخي أنا لن أقتدي بالإمام في الركعة الأولى والثانية كي لا أبني قعودي الذي هو فرض على قعوده الذي هو نفل، أقتدي به في الثالثة والرابعة فيكون قعودي فرضا وقعوده فرضا. نقول جيد، لكن هناك عيب وخلل آخر، وهو أن القراءة في الركعة الثالثة والرابعة ما حكمها؟ نافلة بالنسبة للمقيم، أما بالنسبة لك هي ركن، فيكون بناء قوي وبناء قوي على ضعيف، فلا يصح الاقتداء مطلقا. الله. قال أو القراءة لو في الأخريين دور. طيب الآن بعد ما تكلم عن اقتداء المسافر بالمقيم، شرع يتكلم عن اقتداء المقيم بالمسافر. قال وإذا صلى الإمام المسافر بالمقيمين ركعتين سلم لتمام صلاته، سلم على رأسه الركعتين اللتين هما صلاته، ثم أتم المقيمون يعني المقتدون، أتم المقيمون صلاتهم منفردين لأنهم التزموا الموافقة في الركعتين، التزموا موافقة الإمام في الركعتين، فينفردون في الباقي كالمسبوق. إذا لأنهم التزموا الموافقة في الركعتين الأولى والثانية فينفردون في الباقي في الثالثة والرابعة كالمسبوق، المسبوق ينفرد فيما فاته من صلاته مع الإمام، إلا أنه يعني إلا أن المقتدي بالمسافر لا يقرأ فيما يقضي في الأصح، أن يقف ساكتا مقدار ما يقرأ الفاتحة ثم يركع ويسجد. قال في الأصح لأنه لاحق، لأنه لاحق. قالوا يستحب إذا سلم، يستحب لمن؟ للإمام المسافر أو للمسافر الإمام، إذا سلم التسليمتين في الأصح، يعني بعد التسليمة الثانية لا بعد التسليمة الأولى. لما؟ لأن للعلماء اختلاف، يخرج من الصلاة بعد التسليمة الأولى أم التسليمة الثانية، فللاحتياط يقول أتموا صلاتكم فإنا قوم سفر بعد التسليمة الثانية، لئلا تبطل صلاته على قول من يقول لأن الخروج يكون بالتسليمة الثانية. واضح أحبابنا؟
جاءت تحضر الدرس فيا الله. قال ويستحب إذا سلم التسليمتين في الأصح أن يقول أتموا صلاتكم فإنا قوم سفر بتسكين الفاء جمع مسافر كرك وصحب جمع راكب وصاحب أي مسافر به. وقد ثبت هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله قال هذا الكلام حين صلى بمكة وهو مسافر، كان يقول يا أهل البلد صلوا أربعا فإنا قوم سفر. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، السلام عليك يا سيدي يا رسول الله، السلام عليك يا سيدي يا رسول الله، السلام عليك يا سيدي يا رسول الله. كلما قلت السلام عليك يا سيدي يا رسول الله يرد الله للنبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم روحه ويقول وعليك السلام يا فلان ابن فلان. ثبت ذلك في الحديث الصحيح عند أبي داود. فإذا يعلم النبي الكريم بمن يرسل إليه الصلوات والسلام، لا تظن الموضوع في غفلة أبدا، فأنت عندما ترسل له هو يقبل منك ويحفظ اسمك، فإن كنت دائما ترسل له سلامات فيحفظ اسمك ويعرفك. إن لم تجد ثمرة هذا في الدنيا تجدها في الآخرة، هو يبحث عنه، أين فلان الذي كان يرسل لي سلامات؟ ليه؟ لأنه مشتاق لرؤيتك. يعني أنت لو كنت في بيت تأتيك هدايا من شخص لا تعرفه، وهدايا ثمينة، يوم اثنين ثلاث شهر سنة سنتين، كم تشتاق لرؤية هذا الشخص، تبحث عنه. كلما التقيت بشخص غريب يسلم عليك تسليما حارا تقول لعله هذا لعله هذا لعله هذا، فيوم القيامة يبحث عنك، فتكون أنت أحوج ما تكون لنظرات النبي محمد صلى الله عليه وسلم. نظر إلينا يا سيدي يا رسول الله، صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله. الله قال وينبغي أن يقول ذلك قبل شروعه في الصلاة لدفع الاشتباه، لدفع الاشتباه عن المصلي. الله قال وإذا دخل المسافر مصره أتم الصلاة وإن لم ينوي الإقامة فيه، كأنه كأن دخله لقضاء حاجة، كما قلنا غادر المصر ثم بدا له أن يعود لقضاء حاجة ما، فإن عاد قبل أن يقطع مسافة قصر أو وإن كان بعد ما قطع مسافة قصر بمجرد ما دخل مصره يتم تزول عنه أحكام السفر. قال من دخل وإذا دخل المسافر مصره أتم الصلاة وإن لم ينوي الإقامة فيه كأن دخله لقضاء حاجة، لأنه متعين، لأن مصره متعين للإقامة في حقه، والمرخص هو السفر وقد زال. ومن كان له وطن فانتقل عنه بكل أهله، يعني بزوجته وأولاده، واستوطن غيره وطن آخر ثم سافر، فدخل وطنه الأول الذي كان انتقل عنه، قال لم يتم الصلاة من غير نية إقامة، لأنه يعني أنه بالانتقال بالكلية من الوطن السابق لم يبقى الوطن السابق وطنا له، بدليل أن سيدي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بعد الهجرة بعد أن أخرجه أهله من مكة كرها وذهب إلى المدينة المنورة طيبة طابت بمقدمه عليه الصلاة والسلام، لما عاد يوم الفتح عد نفسه مسافرا وقصر الصلاة في مكة مع المسافرين. قال والأصل في ذلك، في ذلك إيش يعني في ذلك؟ يعني في الذي ذكره من بطلان الوطن الأول بالوطن الثاني. هذه كلمة عندما يقول هذا وعندما يقول ذلك وعندما يقول لا بد أن تعرف مرجع الإشارة،
مرجع ضروري جدا أن تعرف الضمير إلى أين يرجع، هذه إشارة إلى أين ترجع، لا بد أن تعرف ذلك. قال والأصل في ذلك يعني في الذي ذكرناه من بطلان الوطن الأول بالوطن الثاني أن الوطن الأصلي وهو الذي ولد فيه الإنسان، أو انتبه الوطن الأصلي هو الذي ولد فيه الإنسان أو تزوج فيه أو لم يتزوج ولم يولد فيه ولكن قصد التعيش والبقاء في هذا المصر ولم ينوي الارتحال صار وطنا أصليا. والأصل في ذلك أن الوطن الأصلي يبطل بمثله دون السفر، يبطل بوطن أصلي آخر دون السفر، يعني الوطن الأصلي لا يبطل بمجرد سفرك منه، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كان يخرج من المدينة المنورة مع أصحابه الكرام رضوان الله تعالى عليهم، كان يخرج معهم من غزو ثم يعودون، فبمجرد عودتهم كانوا يتمون الصلاة. فإذا السفر مجرد السفر لا يبطل الوطن الأصلي، وإنما يبطل الوطن الأصلي بوطن أصلي مثله. قال والأصل في ذلك أن الوطن الأصلي يبطل بمثله دون السفر منه. ووطن الإقامة، وطن الإقامة ما هو وطن الإقامة؟ هو وطن صالح للإقامة، صالح للإقامة، وقد نوى فيه المسافر أن يقيم 15 يوما فما فوق. قال ووطن الإقامة يبطل بمثله بوطن مثله، وبالسفر عنه بمجرد أن ما غادرت وطن الإقامة يبطل وطن الإقامة. قيدنا الانتقال بكل الأهل، يعني في المتن الشيخ القدوري رحمه الله قال ومن كان له وطن فانتقل عنه بكل أهله، الذي قيد الشيخ عبد الغني الغليمي رحمه الله. قال قيدنا الانتقال بكل الأهل لأنه إذا بقي له يعني في الوطن الأول، إذا بقي له عفوا المسافر فيه في الوطن الأول أهل لم يبطل وطنه الأصلي ويصير ذا وطنين، يصير ذا وطنين. إيه نعم، صار عنده وطنين، كإنسان مثلا تزوج عند زوجة في القاهرة وعند زوجة في الإسكندرية، هذا له وطنان، له وطنان. إيه نعم. قال في واحد اثنان صديقان يتسابقان دائما في حضور صلاة الفجر، فكان واحد دائما هو الفائز، دائما في صلاة الفجر موجود، فصديقه قال له يا أخي أنت لما تسبقني دائما إلى صلاة الفجر؟ ما هو السر؟ علمني كي أسبقك إلى صلاة الفجر. فقال له عندي زوجتان تتنافسان من أجل إرضائي وإيقاظي بحضور صلاة الفجر في المسجد. الله أكبر. فتسارع هذا وتزوج امرأة ثانية، قال فصارا ينامان هما الاثنين في المسجد، صارا ينامان في المسجد، نسأل الله السلامة. فهذا اتخذ أهلا في الإسكندرية، وأهلا شخص آخر كان يقول دائما أمام أصدقائه هنيئا لزوجي الثنتين، هنيئا لزوجي الثنتين، هنيئا لزوجي الثنتين، ويكررها كثيرا. فسمعه بعض الناس قال له يا شيخ انت دائما تقول هنيئا لزوجي الثنتين، قال نعم هو مرتاح، هو في حاله سرور دائم، وهو مسرور بعيد عن المشاكل، عقله مستقر، اموره هادئه. فقرر هذا ان يتزوج الثنتين، فلما تزوج الثانية ضاعت حياته، تشتت فكره، وتعسرت أموره، وصعب كل شيء في حياته. فذهب للشيخ قال يا شيخ أنت قلت لي هنيئا، كنت يعني هنيئا لزوج الثانية، قال نعم، أنت ماذا فعل؟ قال زوجت ثانية. قال يا أخي
أنت لم تسمع مني بقية القصة. وما هي بقية القصة؟ عندنا في الشام أحباب، عندنا دمشق حمص حمار، اللي حمى حمص حمص حمار، تمام. فقال لي أنا، قال هو لم تزوج ثنتين، واحدة في دمشق واحدة في حمى، وأنا أنام في حمص. فعند الاستقرار فهو إيش بين الثنتين؟ نعم. فهذا استحدث أهلا، استحدث أهلا في بلدين، فصار ذا وطنين. الله، هل هو يوجد درس آخر بعدنا نحن هنا أم لا يوجد درس؟ لا يوجد. أكيد في الأسبوع الماضي كان درس الشيخ، يعني كان يوجد درس هنا الدكتور محمد حسن، يعني يوجد درس اليوم هنا موجود هنا ولا في القاعة الثانية؟ لا هنا الساعة، هو مريض وش الشيء؟ الساعة 4. طيب دكتور حسن مريض عافاه الله. قال وإذا نوى المسافر أن يقيم بمكة ومنى 15 يوما، نوى المسافر أن يقيم بمكة ومنى 15 يوما لم يتم الصلاة. ليه؟ قال لأن اعتبار النية في موضعين يقتضي اعتبارها في مواضع متعددة، وهو يعني اعتبار النية نية الإقامة في مواضع متعددة ما حكمه؟ قال ممتنع، لأن السفر لا يعرى يعني لا يخلو عنه، يعني عن قليل إقامة. لذلك قيد الشيخ قبل وتكلم أنه لما قيد الإقامة في بلد واحد لتخرج نية الإقامة في بلدين لم يعين المبيت في إحداهما. قال إلا إذا نوى أن يقيم بالليل في إحداهما فيصير مقيما بدخوله فيه، يعني بدخوله في البلد التي نوى المبيت فيه. قال لأن إقامة المرء تضاف إلى مبيته. جميل. لأن إقامة المرء تضاف إلى مبيته. تجد إنسان مثلا من الصباح إلى غروب الشمس في السوق، ثم بعد ذلك تسأله من أي محلة أنت؟ يقول لك في المنطقة الفلانية، تبعد عن السوق 20 كيلومتر 30 كيلومتر، فهو يقضي ثلثي وقته في السوق وثلث وقته في المكان الذي يبيت به، ثم بعد ذلك يضيف مكان إقامته إلى الأقل إلى حيث يبيت. واضح الكلام أحبابنا؟ هذا معنى قوله. إذن قلنا إن حدد المبيت في أحد البلدين لأن الإقامة، أن إقامة المرء تضاف إلى مبيته. قال ومن فاتته صلاة في السفر قضاها في الحضر 2 ركعتين كما فاتته في السفر. واضح الكلام. ومن فاتته صلاة في الحضر قضاها في السفر 4 كما فاتته في الحضر، لأنه بعد ما تقرر، يعني لأن الفرض بعد ما تقرر في ذمته 4 لا يتغير. والعاصي والمطيع في سفرهما في الرخصة سواء، يعني فلان سافر إلى الإسكندرية ليزور الأولياء والصالحين يتمتع بأحكام السفر، فلان ذهب إلى الإسكندرية ليفعل كذا وكذا، فهذا كذلك يتمتع بالرخصة. فلان سافر إلى أي منطقة أخرى ليفعل طاعة، وآخر اثنان مثلا، أنا اثنان دائما يعني يذكرون هذه القصة، اثنان ذهب إلى بلد ما، فأحدهما قال التقيت بالعلماء والأولياء والصالحين، والآخر قال التقيت بالنساء وإلى آخره، فكلاهما مسافر وكل يلتقي بمقصوده، فاللهم اجعل مقصودنا في طاعتك وفي مرضاتك يا رب. قال لإطلاق النصوص، لإطلاق النصوص كما في قوله جل وعلا فمن كان منكم مريضا أو على سفر، لم يقل أو على سفر طاعة، أطلق السفر فيعم كل مسافر. كذلك سيدي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال يمسح المسافر يوما وليلة،
يمزع ثلاثة أيام ولياليها. قال المسافر هذه أل الجنس، جنس المسافر قطع النظر كونه طائعا أو عاصيا. قال ولأن نفس السفر ليس بمعصية، وإنما المعصية ما يكون بعده أو يجاوره، المعصية ما يكون بعد السفر أو ما يجاوره، يجاور السفر يخرج ومعه خمر، هذه معصية جاورت السفر هنا. والقبح المجاور لا يعدم المشروعية، مشروعية يعني قصر الصلاة والإفطار في رمضان إلى غير ذلك. ثم قال باب صلاة الجمعة. نقف هنا والحمد لله رب العالمين، ربنا تقبل منا وعافنا واعف عنا واقبلنا واحفظنا لإصرار الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين. رب العالمين. نعم تفضل اسأل.